يحقق الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تقدما متسارعا في جبهات القتال الدائرة في نهم، واستطاع الجيش الوطني الوصول إلى أعلى قمة جبال يام المحاذي لنهم على تخوم العاصمة صنعاء من الجهة الغربية، حيث أفشل عملية الالتفاف من قبل عناصر الميليشيا في وقت سابق. عملية خاطفة يصفها البعض كانت وراء هذا التقدم، سقط على إثرها قتلى وجرحى من عناصر الجماعة الانقلابية، بينما أسر ثمانية آخرون. تقدمات عظيمة وسيطرنا على عدة تبات. آخر تبة وصلتوا إليها، آخر مكان تبت الرشاح، ولا زلنا في تقدمات الآن لا خلفها. في الوقت الذي تحرز فيه قوات الجيش انتصارات متتالية وتسيطر على العديد من المواقع الاستراتيجية في مواجهات عنيفة، كما تظهر من خلال مسرح عمليات المعارك الدائرة، تتقدم قوات أخرى من الكتيبة الخامسة في اللواء 141 مشاة صوب نقيل من غيلان، في حين تحدثت مصادر عن تفجير الميليشيا بعض المنازل في منطقة المجاوحة بعد الاقتراب من استكمال السيطرة عليها بشكل كامل. تمت السيطرة على الجبيب هذا الذي كان بيد الحوثيين والعفاجين، والحمد لله سطوا لهم رجال المقاومة والجيش الوطني. في المقابل لهذا التقدم تتوالى الانكسارات الميدانية لميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع، لتبدد وهم استمرار سيطرتهم على المناطق المحيطة بالعاصمة صنعاء التي يسعون إلى تأمينها، فهي تعود إلى قبضة الجيش منطقة بعد أخرى وقرية بعد أخرى.